السلام عليكم. أثارت منح التبادل الثقافي الممنوحة من مصر لبلادنا جدلاً واسعاً في الرأي العام الشعبي، خصوصاً في الأوساط الطلابية التي ترى أن المنح تم توزيعها بناءً على المحسوبية والمحاصصة وليس بناءً على معايير المفاضلة والكفاءة العلمية. بين أخذ ورد بين الأوساط الإعلامية والطلابية والجهات المعنية، تم إنزال الكشوفات المخصصة للمنح والتي قيل إنها تمت بناء على المعايير السليمة، كما أفاد بلاغ على لسان مصدر خاص بسفارة بلادنا في القاهرة. وبحسب متابعين، فإن الأسماء المذيرة في تلك الكشوفات لها علاقة بالفئوية وأقارب وأصهار رجال السلطة أكثر من علاقتها بنتائج اختبارات المفاضلة الصورية التي تم الإعلان عنها قبيل إعلان الأسماء التي نالت مقاعد منح التبادل الثقافي. وهنا نتساءل، هل نحن أمام مسلك جديد من المحاصصة وتقاسم حقوق اليمنيين بناء على المحسوبية والشلالية؟ مشاهدينا الكرام، حول منح التبادل الثقافي وما يدور حولها من جدل ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. جدل دائر حول منح التبادل المقدمة من جمهورية مصر العربية، واتهامات بالمحاصصة في المنح كأحد أشكال الانتهاكات ضد المواطنة وتكافؤ الفرص بين اليمنيين. خلف هذا المسلك رأي عام ساخط من تقاسم الحقوق العامة لليمنيين وصل ذروته في الكشف عن قوائم بالطلاب تطغى عليها المحسوبية وتغيب المعايير العادلة. مجموعة من المنح يتم توزيعها لخريجي الثانوية وللدراسات العليا. العام الماضي كانت المنح في صنعاء عبر وزارة التعليم العالي، لكن ميليشيا السلالة سطت عليها واحتكرتها لأبنائها دون أي معايير إدارية. تقول السفارة في بيان لها إنها شكلت لجنة بهذا الشأن، واشترط الطلاب ممثلا لهم في هذه اللجنة من أجل ضمان الشفافية. إلا أن نتائج المفاضلة التي جاءت على صفحة السفارة خيبت آمال اليمنيين المشغولين بمعركة استعادة الدولة والمواطنة المتساوية. شهادات الطلاب أيضا تتنافى مع ما جاء في بيان السفارة، حيث أكد أن المفاضلة التي تمت لمنح التبادل الثقافي الممنوحة لبلادنا أجريت في أجواء من الشفافية ووفقا لمعايير تم الإعلان عنها للجميع. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع الناشط السياسي الأستاذ محمد عثمان المليكي من الدوحة. مساء الخير أستاذ محمد، عبر سكايب طبعا ينضم معنا وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم والأستاذ المشاهدين، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس وللقائمين عليها الذين دائما ما يولون اهتماما كبير بكل معاناة اليمنيين، خصوصا الطلبة اليمنيين في الخارج، لأنهم حقيقة الطلاب هم أساس بناء المستقبل. يعني هم من يعول عليهم بناء اليمن، وللأسف نلاحظ مثل هذه المعاناة التي تعرضون لها. هذا واجب القناة أستاذ محمد تجاه أبنائنا الطلاب. بداية نود أن تحدثنا يعني عن هذا الجدل الدائر حول تبادل المنح الثقافي خاصة في مصر. اولا حقيقه المنح في اليمن، لمن لا يعرف تفاصيل المنح الدراسيه، هي تنقسم لنوعين. هناك منح ما يسمى بالتمويل الحكومي ومنح التبادل الثقافي. منح الثقافي تمنحها الدول معينه لليمن، وهذا كان يجري العاده انها توزع لاوائل الجمهوريه ولاوائل المحافظات وللاوائل من المعيدين في الجامعات وغيرها. منح التمويل الحكومي كان يحصل فيها تلاعب ورشاوي ومحسوبيات. العام الماضي الحوثيين بعد أن كانوا مسيطرين على العاصمة صنعاء وعلى وزارة التعليم العالي عبثوا بتلك المنح، ومعظمها كانت يعني الجميع يعرف أن الكشوفات كان يطغى عليها الطابع السلالي. يعني كان من ألقاب الطلاب الذين كانوا يظهرون في الكشوف تعرف أن الموضوع كان فيه انتقائية وتوزيع لأصحابهم. العام هذا هذه السنة حقيقة كان خطوة جيدة من الشرعية أنها خاطبت السفارة وكذا، وبتوجيه من رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كانت خطوة جيدة أنه أوكل المهمة للسفارة مثلا في مصر، قال لهم منح التبادل الثقافي التي ستأتي من مصر
وزعوها لليمنيين وفقا لمفاضلة، ويتقدم كل اليمنيين، وخصوصا أن القاهرة فيها عدد كبير من اليمنيين، منهم من أتى من اليمن، ومنهم من لجأ بعد الحرب والمشاكل، ومنهم يمنيين أصلا يدرسون هناك في القاهرة وحاصلين على معدلات جيدة. فكان المفترض أنه تشكل لجنة يتم فيها قرابة 95 منحة، منها 35 منحة دراسات عليا، وقرابة 60 منحة دراسة جامعية ما بعد الثانوية. فكان المفترض من اللجنة التي شكلت في السفارة أن توزع هذه المنح بشفافية وبعدالة وبنزاهة. يعني كل سفارة عملت نفس المسألة، يعني كل سفارة من سفارات بلدنا، أم فقط هذا الأمر محصور على مصر؟ هو حقيقة مصر عدد المنح منها كثير نتيجة للبروتوكول الموقع بين الحكومة اليمنية من زمان، يعني فعدد المنح التي تأتي من جمهورية مصر العربية كثيرة، وحقيقة تشكر الحكومة المصرية ومصر عموما، يعني لأنه في الأخير أنا كنت أحد الطلاب الذين ابتعثوا للقاهرة للدراسة على منح التبادل الثقافي هذه، كانت وفق معايير معينة، يعني كنا نقتنع أنه في الأخير مثلا محافظة تعز ينزل لها 20 منحة، فالعشرين الأوائل من هذه المحافظة يأخذون المنح. لكن هذا العام ما حدث في السفارة اليمنية كانت صدمة لنا جميعا، يعني كنا نتوقع أنه بعد، وخصوصا بعد أن أعلنوا للطلبة، أعلنوا على جميع الطلاب اليمنيين، حتى كان بعض الطلاب اللي هم في مصر كان يقولون على الطلاب الموجودين في مصر، فكان السفارة أعلنت لكل الطلاب اليمنيين التقدم للتنافس على هذه المنح. فتقدم يعني أكثر من 100 طالب بكل بياناتهم، وطلب منهم الاستمارات والشهائد وكل الوثائق، تقدموا. أعلنت اللجنة أن بعد 3 أسابيع ستعلن النتائج. انتظر الناس أشهر في القاهرة، وهناك ناس كان يعني بقاؤهم في القاهرة كان مرتبط بنتائج هذه المفاضلة. نعم، في منهم أوائل جمهورية، في منهم من أوائل جمهورية العام الماضي، وكان لهم منح للمجر ولأوروبا ولدول معينة. نعم. ونتيجة الأحداث والحرب تعرقلت موضوع الفيز تبعهم وكذا، فانتظروا لقوها فرصة أنه يتقدموا. يعني في طالب من حضرموت معدله 99% ولم يقبل في الكشف هذا الذي نشر مؤخرا على موقع السفارة. نعم. طبعا السفارة استقبلت، توقعنا بعد أسابيع أن تعلن النتيجة، وفي العادة كشوفات المفاضلة عندما يتم الإعلان عنها يتم أسماء الطلبة، المعدلات أو النسبة التي حصلوا عليها المحافظة. نعم، حتى يتبين للجميع لما قبل فلان دونا عن الآخر. طيب اسمح لنا أستاذ محمد، ينضم معنا يعني أحد الطلاب الذين شاركوا في هذه المنح ربما ولم يحصل عليها، الأستاذ رضوان الجبري، طالب مقدم على مقعد الدكتوراه، وهو معنا من القاهرة. مساء الخير أستاذ رضوان. يا مساء النور. أولا نشكركم ونشكر قناتكم ونشكر برنامج المساء اليمني على استضافتنا لهذا البرنامج، لنوضح للجمهور وللشعب اليمني ماذا يجري في سفارتنا الموقرة. نعم، ونحن نود منك أن تطلعنا على ما الذي حدث، يعني كونك مطلع على الموضوع بشكل إجمالي وعايشت ما حدث بالضبط، تفضل. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ونحن، أنا أحد الضحايا، ولا أقول الضحية، أنا أحد الضحايا. نعم. الذين تقدموا إلى المنح التبادل الثقافي، وسوف أسرد لما أتكلم عن مؤهلاتي شخصيا. أنا أتكلم عن 100 طالب يمني، وضعهم العلمي نفس وضعي وأفضل مني. لا يعني رضوان، لو تحدثني عن مؤهلاتك، يعني لا عيب في هذه المسألة، حدثني عن مؤهلاتك التي تقدمت بها للحصول على منها. نعم، أنا سوف أتحدث عن مؤهلاتي، فأنا أتحدث عن مؤهلات 100 طالب نفس مستواهم العلمي وأفضل مني، في ناس أفضل مني. نعم. أولا أنا حصلت على منحة إلى سوريا بسبب تفوقي في ثالث ثانوي. نعم. تخصص الهندسة الطاقة الميكانيكية، كنت الأول على دفعتي لمدة 5 سنوات متتالية، لدي 5 شهادات الباسل للأسد للتفوق الدراسي. بسبب تفوقي الدراسي بشكل متتالي حصلت على منحة تدريبية صيفية من جامعة البحث السورية إلى اليونان عام 2010. تخرجت من سوريا 2011 وسافرت إلى اليمن، ومن ثم اتصلوا لي من جامعة دمار
لا أنزل أدرس بكلية الهندسة، ونزلت درست 3 فصول، فأنا معيد بجامعة دمار بالتعاقد. نعم. ثم حصلت على منحة إلى مصر جامعة القاهرة، وكنت حصلت على امتياز في نفس التخصص. منحة دكتوراه؟ منحة ماجستير. ماجستير، ماجستير، نعم. فهذه السنة انتظرنا إلى منح التبادل الثقافي المقدمة من الحكومة المصرية للجانب الشعب اليمني، وقدمت ملفي جيزي من جيز كل الطلاب، يعني أنا واحد من 2000 طالب اللي قدمنا للمنحة حسب كلام اللجنة، ماجستير وبكالوريوس. نعم. عدد المقاعد هي 35 مقعد دراسات عليا ماجستير ودكتوره، 60 مقعد بكالوريوس، 60 مقعد بكالوريوس. نعم. نعم. في تاريخ 16/8 قام الملحق الثقافي الدكتور وهيب خدابش بتقديم طلب إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن تق بأن يتم المفاضلة في الملحقية بدلا من صنعاء. صنعاء أرسلت 35 طالب دراسات عليا و24 بكالوريوس فقط الذي كانوا حاصلين على منح إلى السعودية والمجر، فهو بقي في 36 مقعد لا عرفت ماذا يعمل بها. الطلاب بعد ما عرفوا الأمر إن الموضوع سوف يكون في الملحقية الثقافية، كلا تقدم إلى رئيس الوزراء بحصول على أمر، لأن الملحق الثقافي كان من راح إلى عنده وطلب منه مقعد تبادل ثقافي قال جيب لي أمر من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. طبعا رئيس الحكومة كان موجود هنا لمدة تقريبا 10 أيام. نعم. وكل الناس راحوا وكان يعطي لكل الناس أوامر، حتى وصل تقريبا إلى 30 أو 40 أمر توجيه. كان الملحق الثقافي عفوا يعني حتى أستفهم منك يعني لنفهم الحكاية بالضبط، يعني من ذهب إلى رئيس الوزراء بأوراقه يريد منحة يعني وجه له بمنحة دون يعني معرفة ما الذي يحويه ملفه أو كيف يعني كان يتم الأمر؟ كان يعطيه لكل الناس، بعضهم لا في ملف عطاء من لا يخشى الفقه. نعم. بعضهم كان معه لا ورقة ويعطيه توجيه أمر كذا لكل الناس، أبناء الدبلوماسيين وأبناء الكادحين والمزارعين لكل الناس. فكان الملحق الثقافي أبناء الدبلوماسيين تقريبا كانوا من ضمنهم 4 بكالوريوس، أعطاهم مذكرة مباشرة من الملحقية إلى الجانب المصري، وأبناء الكادحين والمزارعين كان يحتجز أوامرهم ويقولهم نحن نجمعكم وسوف نبعث لكم في مذكرة واحدة. أنا شخصيا لم أحصل على أمر من رئيس الوزراء في هذه المرحلة، فكنت أبحث على أمر حتى آخر يوم وهو مسافر من مصر إلى السعودية، التقيت بسعادة السفير محمد الهيصمي في فندق موفنبيك. قال لي ماذا تريد يا رضوان؟ قلت أريد أمر من رئيس الوزراء بمقعد دكتوراه. قال أنا اليوم مقدم له ورقة نلغي كل الأوامر ونعمل مفاضلة بين كل الطلاب. قلت أحسنت يا سعادة السفير، لا نريد إلا هذا، لا نريد جميل. أن أحد يأخذ حقنا أو نأخذ حق أحد. نعم. ومن ثم أعلنوا في صفحة السفارة مفاضلة لجميع الطلاب الجمهورية اليمنية في تاريخ 21 سبتمبر، في تاريخ 21 سبتمبر لمدة 3 أسابيع، وكل الناس عرفوا بهذا الإعلان وقدموا. أنا قدمت لستة أشخاص من اليمن كانوا يرسلوا أوراقهم لا عندي، وأنا أقدم لهذا حتى وصل حسب كلام اللجنة 2000 ملف. قالوا أنهم من شروط شرطوا أنهم طلاب البكالوريوس أن يكون خريج عام 2014-2015، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون معدله من فوق 90. بالنسبة للدراسات العليا لا نعرف لحد اللحظة هذه ما هي المعايير التي تم الاختيار عليها. نعم لحد اللحظة
لا يوجد معايير وأنتم تدخلون على صفحة يعني مثلا التقارب. يعني تقصد رضوان أن على الأقل منح البكالوريوس تم حصرها بين خريجي 2014 و2015 ويعني معدل معين بهذا الشكل، أما الماجستير والدكتوراه لم يتم تحديد لا معدل ولا سنة تخرج. أستاذ أسيا، هو عام واحد يعني أعرف 2014-2015 عام واحد. نعم. طلاب البكالوريوس لم يحددوا هذا. نعم، سمعنا أنهم سوف يعلنوا بالنتائج المفاضلة في تاريخ 21/10 بعد شهر يعني من الإعلان، فلم يحصل إلا بعد 5 شهور ونص يعني إلى تاريخ 19/1 تم إعلان النتائج. نعم، شخصيا أنا كنت مداوم بشكل يومي في السفارة. نعم، أقول لهم متى ومتابع الموضوع بشكل دقيق. كانوا من ضمن اللجنة سعادة السفير محمد الهيصمي وسعادة السفير شايف الزرقة والملحق الثقافي دكتور وهيب خدابش. الهيصمي كل ما حصلته أو اتصلت فيه في التلفون أو راسلته عن طريق الواتس يعطيني محاضرة دينية عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن عدالته وأنه قال حكمت فعدلت فنمت. قلت يا سلام، هذا نبي هذا العصر. نعم، فأتفاجأ بأن اسم ابنه عدي محمد الهيصمي موجود واسمي لا. بالنسبة للدكتور شايف الزرقة، أنا دخلت مكتبه أكثر من مرة، فكلمني آخر مرة في لقائي معه قال أنا خرجت فاضلت بين الدراسات العليا وأخترت من هو حاصل على امتياز في البكالوريوس والماجستير. نعم، وهذا ينطبق عليك أو البكالوريوس. قلنا نعم. شيء جميل. كم عدد الطلاب يا سعادة السفير؟ قال 64 طالب من أصل 2000، وأنا كان اسمي من ضمن 64 الطالب. وكيف تسوون بالتخصصات والمقاعد 35 فقط؟ قال سوف نعمل مفاضلة بين التخصصات وبين المحافظات، يعني لكل محافظة مقعد أو مقعدين حسب كثافة المتقدمين وحسب التخصص. لو كان المتقدم تخصص أدبي أو علمي سوف نختار العلمي. قلنا هذا جميل جدا. قال وإذا لم يتم هذا الخبر سوف أقدم استقالتي وكلم الطلاب إني لما تم هذا الخبر سوف أقدم استقالتي. وبالفعل تم قدم استقالته ولم يكن ضمن اللجنة المشؤومة. يعني نعم. نفهم أن من تقديم الاستقالة أن لم يتم الأمر كما يعني وعدكم. أنا وعدني شخصيا وكلمني قال كلم الطلاب بالحرف الواحد إن سعادة السفير كلم كذا وقال الكشوف جاهزة 64 طالب. اتصلوا طيب. اضغطوا على سعادة السفير محمد الهيصمي ويكلم الملحق وثلاث ساعات نفاضل بينكم. ثلاث ساعات. طيب رضوان يعني حتى يعني نصل إلى الخلاصة المهمة، 35 مقعد، هل وجدت أنه فعلا تمت مفاضلة ومحاصصة ووجدت أن من استحق هذا المقعد يعني، أو هل وجدت نفسك كنت أحق بأحد زملائك الذين أخذوا هذه المقاعد؟ طبعا نعم أحق. كمان أوضح ومن ثم ننتقل إلى هذه النقطة. لقائي مع الدكتور وهيب خدابش لما أكلمه يقول ليس شرطا أن يكون امتيازات. فكلمته ما هي المعايير الذي سوف تطبقوها حتى نعرف هل هي منطبقة علينا أم لا. قال هي معايير سرية وليس بالضروري أن يعرف الطلاب هذه المعايير. نعم، نحن عرفناها بعد إظهار النتائج أنه يعني من كان أبوه دبلوماسي أو وزير فهذا هو المعيار عندهم. نعم، النقطة الثانية اللي سألتني، نعم كان في نوع من العدالة، هم اعتمدوا 22 مقعد المرشحين من الجامعات اليمنية
وهذا هو نص في الدستور وفي القانون اليمني أن الجامعات اليمنية تأخذ من 50 إلى 70% من منح التبادل الثقافي لجميع الدول. نعم كانوا 22 جامعات، بقي 13 طلاب تعليم فني، الباقيين من باقي الوزارات يسمى تأهيل وظيفي. تمام. نعم اعتمدوا 22 و13 منحة كلها لأبناء الدبلوماسيين، ومن ضمنهم ابن السفير السابق عدي الهيصمي، تخصصه أدبي علوم سياسية واقتصاد حسب ما هو كاتب في صفحته في الفيس. نعم تقدر تدخل أنت في صفحته في الفيس وتشوف. الثاني معايا اللي هؤلاء اللي أنا أعرفهم شخصيا، الباقي أنا لا أعرفهم الصراحة ولا أعرف كيف. نعم. أبو بكر أحمد عباد باذيب هو بالحق إعلامي موظف في السفارة، يستلم أكثر من 4000 دولار وينافس ابن الكادح ابن المزارع، يعني لا يريد أن أحد يعيش معهم، يريد أن يعيشون هم فقط ونحن نموت. نعم. نعم. بالنسبة البكالوريوس أنا لا أعرف يعني الأشخاص، أعرف بنتين حسب ما مكتوب في الكشوفات، هي فردوس وهناديل، بنات وزير المياه عز الدين هبت الله شري. نعم عموما يعني بالنسبة للأسماء نعم تفضل. نعم 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 هؤلاء البنتان لا تنطبق عليهم الشروط البتة اللي هم كاتبينها في الصفحة. نعم. ليست خريجات 2014-2015 وليس معدلهم تسعينات، معدلهم في الثمانينات، وهم من يكتب عليهم في الفيس وكذا أنهم خريجات تقريبا يدرسين في الجامعة، واحد السنة ثانية واحد السنة ثالثة. نعم في واحدة بنت النعيمي يقولون أنها حصلت على منحة إلى ماليزيا، اشترتها شراء من أيام هشام شرف، والظروف وكذا ونفسيتها ليست راغبة بأنها يعني تدرس في ماليزيا، وأرادت أن تغير رغبتها إلى القاهرة، وهي بنت مسؤول فأخذت يعني مبعد. نعم يعني أنا بالنسبة لي يعني يا رضوان بين يدي ورقة يعني من خلال الأسماء التي ظهرت تقريبا 14 إلى 15 اسم، كلهم يعني إما ابن ملحق أو ابن سفير أو ابن وزير أو أخ أو أخت، يعني بهذا الشكل فعلا هي أسماء من المقربين. نحن في نهاية الأمر هم طلاب يمنيين ولهم أحقية بالحصول على المقاعد، ولكن بالطريقة المشروطة التي قلت بها، يعني لن نلوم أي اسم ظهر وهو مثلا في التسعينات وتنطبق عليه الشروط، على العكس نقول ما شاء الله تبارك الله هذا يستحق المقعد. أما أن يأتي وهو لا تنطبق عليه الشروط ويأخذ مقعد زميله فقط لأنه ابن سين أو صاد، هذه يعني هذا ما ثرنا لأجله. يعني في نهاية الأمر ما زالت الأمور كما هي عليه أو كما جرت في السابق للأسف الشديد، وسحبت المفاضلة من صنعاء. لماذا؟ لماذا سحبت المفاضلة من صنعاء؟ إلا لأنه حصل بها الكثير من الألقاب التي وجدوا أنها هاشمية أو تتبع لجهة معينة. عموما رضوان وصلت رسالتك وحكايتك. طبعا أستاذ آسيا من شان نكون نوضح، أنا ليس ضد فلان أو فلان بالتأكيد. نعم نحن ونحن في القناة والبرنامج نعم. لسنا ضد أحد. نعم نحن نريد معايير واضحة يكتب كل إنسان كل شخص وقدامه تخصصه ومعدله ولماذا أختار. ضروري أن تكون المعايير قبل الاختيار واضحة. فإحنا ليس ضد فلان وليس بنت فلان. نعم ومن ثم يعني مشواري مع السفارة. نعم رضوان. نعم. رضوان يعني الحكاية وضحت لنا، ويعني مؤسف للغاية أن يكون طالب متميز مثلك لم يحصل على مقعده، ولكن مضى حق وراءه مطالب، ابحث عن حقك وسنكون معك إعلاميا. شكرا جزيلا لك رضوان الجبري، طالب مقدم على مقعد الدكتوراه ولم يحصل عليه للأسف، كنت معنا من القاهرة. نود الإشارة مشاهدينا الكرام، يعني اسمح لنا أستاذ محمد يعني أطلنا عليك، ولكن نود الإشارة يعني من باب الأحقية، نحن حاولنا أن نتواصل طاقم البرنامج يعني منذ عصر اليوم وهو يحاول التواصل مع أحد مسؤولي السفارة بالقاهرة للتوضيح. أحد المسؤولين أحاله للمسؤول الإعلامي بالسفارة، كذلك يعني قال بأنه مسؤول الإعلام قال بأنه لا علاقة له بالأمر،
وبدوره أحالنا للملحقية الثقافية وتواصلنا مع الملحق الثقافي الأخير رفض التعليق مكتفيا بالبيان الذي أصدرته السفارة حول الموضوع. نحن بدورنا نؤكد نحن نحرص على كشف كافة جوانب القضية، نسعى لاستيفاء شروطها أيضا، لا ندري سبب مخاوف السفارة من الظهور أو ما هي حساباتها والاكتفاء فقط بالبيان، كان يجب أن يظهروا ليوضحوا للناس ما الذي حدث. أستاذ محمد، أود أن أسمع تعليقك لما سمعته من رضوان. نعم، سمعنا القصة بالتفصيل. أنا أود أن أنوه إلى نقطة أساسية حول المبدأ ذاته، أنه إذا أردت أن تهدم أمة وتهدم جيل فعليك أن تهدم التعليم أو تدمر التعليم بهذا المبدأ. نحن عندما نتحدث عن هذه اللجنة، سبب ما حدث من فوضى ومهزلة ومحاصصة وتوزيع المنح طلبة لطلبة لا تنطبق عليهم الشروط، طلبة فاشلين وتخصصات أدبية. أيضا هناك نقطة مهمة، أنه المنح التبادل الثقافي يجب أن تركز حتى من ضمن لوائح قانون البعثات في التعليم العالي أنها للتخصصات العلمية والنادرة التي تستفيد منها اليمن. يعني مش معقول اللي يدرس علوم سياسية عشان أبوه سفير عشان في الأخير يطلع وزير يأخذ منها. هذا أولا. الشيء الثاني، أنه الملحق الثقافي هذا وهيب خدافش، هذا من الأشخاص الذي كان تعيينه في الملحقية أصلا غلط، لأنه عين مخالف للقانون. القانون تعيين الملحقين الثقافيين أنه لا يكون ضمن الطلبة المبتعثين. عين ملحقا ثقافيا في السفارة اليمنية في القاهرة وهو لا يزال طالب في جامعة عين شمس، لم يكمل الدكتوراه في جامعة عين شمس. وفي 2014 أصدرت جامعة عدن التي ابتعثته للدراسة في جامعة عين شمس أصدرت قرار بإلغاء ابتعاثه نتيجة لتعثره، والأوراق والوثائق موجودة معي سأبعث لكم نسخة منها. ألغت ابتعاثه نتيجة لتعثره لأنه يتعثر. ولو لاحظت كلام الأخ رضوان كان يتحدث يقول الملحق الثقافي كان يقول مش شرط أن يكون التقدير امتياز، بمعنى أن المسؤولين عادة عندهم عقدة نقص لأنهم أصلا هم فشلة، يعني أي أمل يبنى على أناس فاشلين. فأنا أوجه نداء للحكومة بتغيير الملحق الثقافي، وأنا مدين باعتذار للملحق الثقافي إذا أتالي بخمسة طلبة من 2000 طالب في القاهرة يثنون علي أو يقولون أنه حل مشكلة معينة. نعم محمد، يعني أستاذ محمد، يعني في نهاية الأمر نحن لا نستهدف أشخاص ولا نود ذلك، يعني كل الفكرة يعني هي لما يؤخذ حق طالب بهذا الشكل. يعني طالب مثل رضوان من أوائل الجمهورية حصل على امتيازات طوال دراسته الهندسة في سوريا، ابتعثته سوريا إلى اليونان، مؤهله يعني علمي، كل الشروط تنطبق عليه، حصل على منحة ماجستير في مصر ومع ذلك لم يحصل على المقعد، ويجد أن زميل آخر له لأنه ابن سين من الناس حصل على المنحة. هنا النقطة التي نود أن نركز عليها، يعني لما إذن، يعني هل مسألة اللجنة والمفاضلة وهذه القصص وأيضا عدم ظهور النتائج بسرعة، هل كانت مجرد تغطية على ما سيتم تمريره؟ نعم نعم، كان تطويل المدة من 3 أسابيع إلى قرابة 5 أشهر كان الهدف منها أن الناس ينسوا أن هناك مقاعد أصلا ليتم توزيعها بالطريقة التي حدثت. الشيء الثاني، عندما ينزلوا كشوفات بأسماء فقط بدون معدلات بدون تخصصات بدون أي شيء، يعني طالب مثل رضوان حرام يعني أن يحرم من مقعد للدكتوراه وهو طالب متميز حاصل على البكالوريوس أو الأول على الدفعة في كل عام، حاصل على شهادة تقديرية من أكاديمي من شهادة باسل الأسد معروفة في سوريا. معروف في سوريا أن الذي يحصل على أوائل وامتيازات هؤلاء يعدون بالأصابع، يعني كانت الدراسة ليست بالسهلة هناك في سوريا. فحرام أن يحرم شخص مثل هذا. فأنا ليش أنا نوهت لموضوع أنه المسؤول لما يكون المسؤول نفسه فاسد والمسؤول نفسه ليس كفؤا ولا والضمير، يعني الضمير من الداخل، يعني نحن قمنا بثورة في 2011 على أمل الاتجاه نحو الدولة مدنية، نحو المساواة، تكافؤ الفرص لأبناء الغلابة. يعني الطالب الذي يحصل على معدل عالي وعلى تقديرات عالية يحصل على المنحة لكي يعود ليبني اليمن. يعني في الأخير الطلبة الأبناء المسؤولين وأبناء الكذا هم عايشين في بذخ، لا يبذلون مجهود حتى للتحصيل العلمي. هناك حالة استثنائية، الكشف الذي تحدث عنه كشف الدراسة العليا، هناك 20 مقعد لطلاب الجامعات، هؤلاء مرشحين من الجامعات كمعيدين، هؤلاء أظن أنهم يستحقون فعلا. لكن
60 منحة من لطلاب البكالوريوس أو طلاب الدراسات الجامعية بعد الثانوية، ال 60 أو ال 65 أو 60 طالب هذولا أتوقع منهم لا يتجاوز العشرة من المستحقين فعلا، وإلا أنا أتحداهم أن ينزلوا كشف على موقع السفارة يوضح محافظة كل طالب ومعدله وسنة التخرج طالما هم حصروها بين سنة واحدة 2014 و2015، كان يفترض أيضا أن توضع سنة التخرج. يعني تحدث رضوان أن هناك فتاتين يعني ليست من سنة التخرج ولا معدلهما من يعني فوق 90 ولكنهما ابنتا وزير. يعني هذه المسألة يعني ربما لا يستطيعون نكران الأسماء، لو كان بمقدورهم ألا يظهروا الأسماء ربما ما أظهروها. يعني هل يعني الآن نركز أو نطالب بإظهار الكشوفات الحقيقية أو المعدلات؟ ما رأيك؟ يعني ما الذي يجب أن يعني أو ما الذي سيقنع الطالب الذي يتقدم وشهادته كلها امتياز ولم يحصل على مقعد؟ حقيقة نطالب بإظهار الكشوفات التفصيلية للكشوفات النتائج التي أظهروها باسم الطالب ومحافظته، لأنه لازم أن نأخذ بالاعتبار موضوع المحافظة، لأنه لا. هناك محافظات نائية في اليمن، يعني محافظات نائية تستحق كوتا معينة. يعني مش معقول مثلا المعدلات العالية تأتي كلها من أمانة العاصمة فنقوم نجيب المنح كلها لطلاب أمانة العاصمة. هذه القوانين والطرق المعتمدة في توزيع المنح، هناك كوتا لكل محافظة. يفتوا لنا بتفاصيل الطلاب محافظاتهم وسنوات التخرج والمعدل الذي حصلوا عليه، حينها سنقتنع. لكن بما أن الكشف نزل مبهم فالجواب باين من عنوانه، يعني الموضوع كان واضح من البداية. الشيء الثاني، أبناء الدبلوماسيين وأبناء المسؤولين الذين وردت أسماءهم في الكشف، حتى إذا نزل كشف تفصيلي نطالبهم بإرفاق صور من استمارتهم، لأنه نتوقع منهم أي شيء. إذن أستاذ محمد اسمح لنا ينضم معنا عبر الهاتف أيضا محمد كزعون ممثل اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد. الجيزة. أيوة نعم أستاذ محمد، بداية اسمعني من سماعة الهاتف وليس من التلفزيون حتى يعني نسمعك جيدا. نعم محمد، يعني استمعنا نحن لقصة زميلكم رضوان الجبري. رضوان طالب مميز لم يحصل على مقعد، وحدثنا عن أمور كثيرة حدثت في التعيينات أو المقاعد منح التبادل الثقافي هذه المرة. هل فعلا يعني وأنتم على يعني مسؤولي اللجنة التنسيقية كنتم على اطلاع بما حدث؟ هل فعلا حدث فساد ومحسوبية في هذه المنح كما يعني تنظر؟ محمد هل تسمعني؟ أنت على الهواء. ألو. نعم محمد هل سمعتني؟ نعم نعم سمعت السؤال أم أعيده؟ أعيده السؤال حتى أنا ما سمعت السؤال. ها إذا محمد يبدو لي أن هناك مشكلة في هاتفك، يعني أسمع أصوات كثيرة بجانبك. أعتذر منك، سنحاول التواصل بك مرة أخرى إن تم ذلك. أعتذر منك محمد. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني هذا الأمر الذي حدث وهذه الأسماء التي ظهرت يعني بين يدي 14 إلى 15 اسم كلهم يتبعون أسماء يعني سفراء أو وزراء أو برلمانيين أو شيوخ حتى، ما الذي يعني هل هربنا من تعيينات أو المنح التي كانت تقسمها الجماعة الحوثي في العام الماضي لكي يعني نقوم بما صنعوهم؟ والله حقيقة هذا مؤسف، وأنا أود أن ننوه لنقطة أنه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن طاهر وجه توجيها صريح للجنة وللسفير بعدم اعتماد أي توجيهات حتى لو كانت منه أو من أعلى سلطة في الدولة، وقال لهم اعتمدوا المفاضلة. وللأسف اللجنة كانت سبب في كل هذا. حقيقة هذا 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 مؤشر خطير أننا يعني قمنا بثورة ومتجهين نحو دولة مدنية مساواة تكافؤ فرص، ويظهر هؤلاء يعني بهذه يعني نحن محتاجين الى تغيير حقيقي، تغيير في الهيكل الاداري للدوله. يعني نحن عندنا مسؤولين يعني غرس فيهم موضوع الرشاوي والفساد والمحسوبيات والوساطات، وهذا للاسف اذا دخل في موضوع التعليم يعني الموضوع سيدمر. يعني حقيقه بعد استلام ميليشيات الحوثي على العاصمه صنعاء سمعنا عن طلاب معدلاتهم ستينات وسبعينات يدخلون كلية الطب في جامعة صنعاء. صحيح. ماذا تتوقع من طبيب فاشل يدخل معدله ستين ويدخل كلية الطب؟ يعني ستسلم أرواح الناس إلى أيدي هؤلاء.
يعني في الأخير أنت عندك فرصة، عندك 40 أو 30 أو 50 مقعد من مصر للدراسات العليا وللدراسات الجامعية، لماذا لا تستغلهم لطلاب المعلوماتية، طلاب الهندسة، طلاب التخصصات النادرة، طلاب يعني التخصصات نعم التي لا توجد في اليمن في دراساتها العليا، هناك الطب، هناك نعم بعض التخصصات النادرة كما قلت. أستاذ محمد يعني ابقى معنا، يعني انضم معنا أيضا الأستاذ حاتم الصالحي وهو باحث دكتوراه في الإعلام عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ حاتم. مساء النور، اهلا وسهلا بكم، وبصراحه نشكر قناه بلقيس على تناولها واهتمامها بمشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج. وقضيه منح التبادل الثقافي في مصر هي قضيه جوهريه في هذه الايام، تناولتها وتم تداولها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم حاتم، يعني نحن قد يعني طلعنا على حكايتك التي كتبتها في على صفحتك، ولكن نود ان تعطي المشاهدين الذين لم يطلعوا عليها مختصر عن هذه الحكايه باختصار لو سمحت. يعني عن نفسي اما اتكلم نعم. عن نعم انت تجربتك انت حاتم. انا حاتم الصالحي، انا مبتعث من جامعه صنعاء ماجستير ودكتوراه. طبعا انا كملت الماجستير في جامعة القاهرة وتعثرت منحتي المالية في وزارة المالية من الداخل، لي لحد الآن سنة في القاهرة بدون منحة مالية وبدون مقعد دراسي. طبعا تقدمت، أنا من ضمن المتقدمين وأحد ضحايا المفاضلة الشكلية التي لم تكن مفاضلة. كم يعني أنت قدمت على الدكتوراه، هل كان ملفك يعني مكتمل للشروط؟ أنا مكتمل الشروط، أنا تقديري في البكالوريوس 91.97% الأول مع مرتبة الشرف بتقدير ممتاز، وحاصل على تكريم رئيس الجمهورية في 2008، وحصلت على تقدير ممتاز في 90.8 في التمهيدي ماجستير بجامعة القاهرة، وحصلت أيضا على ممتاز في رسالتي للماجستير. ما حصل أنه المفاضلة لم تكن عادلة للأمانة. سأحكي لك قصة بسيطة عن ما حصل في قضية الكشوف. تم الرفع من الداخل ب 24 في كشف، 24 طالب في كشف اللي هم البكالوريوس. تم انتقاء شخص ترتيبه في المعدل رقم 21 في كشف الذي تم ارساله من الداخل بالنسبة للبكالوريوس. نعم. والباقيين معدلاتهم 98 و96 و95 تم استبعادهم على اساس تم اجراء مفاضلة هنا. بالنسبة لمقاعد الدراسات العليا، وأنا أحد المتقدمين على هذه المقاعد طبعا عندما تقدمت للمفاضلة، تم استلام ملفي من قبل بوابة السفارة. للأسف الشديد لم تستقبل اللجنة ملفاتنا ولم تطابق الأصول، لأنها كانت مجرد مفاضلة شكلية والمقاعد قد كان تم توزيعها مسبقا. رئيس الوزراء وجه بعمل مفاضلة في مصر. طيب طيب يعني حاتم نحن نعم عرفنا هذه التفاصيل من رضوان. طيب فكرة المفاضلة، ولكن أريد أن أسألك، يعني أنت تخصصك إعلام، تخصص أدبي يعد، هل يعني علاقات عامة إعلام، نعم، هل وجدت من زملائك الذين حصلوا على المنح أيضا تخصصات أدبية وكانوا ربما أقل منك في المعدل؟ نعم موجودين، ويعني حرصا على الزمالة لا أود ذكر أسمائهم، إنما موجودين في الكشف وفي قائمة الكشف ودبلوماسيين. طبعا إحنا لما سألناهم قالوا الدبلوماسيين لهم 10% من هذه المقاعد، وهذا غير صحيح. البروتوكول الموقع بين حكومة اليمن وحكومة مصر في مجال التعليم العالي يقول المادة الثالثة أن الجانب المصري يقدم لليمن 60 منحة دراسات جامعية و35 دراسات عليا، مقابل أن الجانب اليمني يقدم للجانب المصري 50 منحة دراسية جامعية، منها 10 منح سنويا دراسات عليا. يعني احنا في اليمن التعليم العالي تقدم لمصر منح ربما توقفت هذه الأيام مع الحرب، فهذه لا علاقة لها بوزارة الخارجية. يعني ولا أفهم من كلامك أنه فعلا لا يوجد فكرة 10% خاصة بأبناء الدبلوماسيين؟ لا يوجد أي فقرة في البروتوكول تقول أن أبناء الدبلوماسيين لهم 10%. لو كان الدبلوماسيين قادرين من خلال علاقاتهم مع الجانب المصري يستخرجوا لأنفسهم منح فهذا شيء ثاني. الآن هم يقولوا بأنهم من حقهم كمواطنين أن يقدموا. نعم هم يعني في نهاية الأمر مواطنين ويمنيين، هل انطبقت عليهم شروط أم لا؟ صحيح، هذه نقطة مهمة. هم من حقهم كمواطنين يمنيين أن يقدموا معنا، لكن لو كان
فعلا اخذوها بمعايير صحيحه وبمفاضله صحيحه لكان تم نشر، والكشف موجود عندك، لكان تم نشر الكشف بالمعايير، بمعنى ان يتم نشر اسم الطالب ومعدله، تقديره في مثلا في الدراسه العليا تقديره لا. في البكالوريوس وتقديره في الدراسه، حتى نحن نعرف انه هو فعلا استحقها وانه افضل مننا. هي النقطه المهمه. طيب اذا ما الذي ستقومون به حاتم؟ يعني انتم مجموعه من الطلاب تقدمتم للمنح وتجدون انفسكم انكم احق من كثير من الاسماء التي ذكرت. هذه نقطه مهمه بالنسبه لنا. احنا لدينا رابطه الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج ورابطه مفيدي الجامعات، في روابط كثيره تبنت الموضوع هذا وقالوا بانه اذا لم يتم اعاده النظر في الاعلان في كشوفات المقبولين ويتم فتح باب التظلم للأشخاص مثلنا الذين تم إقصائهم، فإننا سنقوم بعمل إقصامات في السفارة حتى يتم الاستجابة لمطالبنا. مطالبنا عادلة، إذا كان فعلا أبناء المسؤولين والمشايخ أخذوها بالأحقية فلينشروا معايير المفاضلة ولن لا. ينشروها. اليوم لم يأتي ويتجرأ أحد أن يطلع على البرنامج، لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه لم تتم هناك أي معايير ولا غير موجود أي شفافية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حاتم الصالحي الباحث دكتوراه في الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ محمد، يعني الطلاب يودون الاحتجاج والتظلم أيضا لهذه النتائج، هل يعني تتوقع أن تعدل هذه النتائج طبقا يعني احتجاجات الطلاب؟ أو على الأقل إظهار الكشوفات يعني بمعدلاتهم بمحافظاتهم؟ والله حقيقة هو الطلاب بعد نشر النتائج أصيبوا بالإحباط وكان لا حول لهم ولا قوة، يعني في الأخير هو كان معظمهم يفرغ غضبه على الفيسبوك وكذا. فإحنا تواصلنا مع الطلبة وشفنا أنه لابد أن نتخذ خطوات عملية، فكان من ضمن هذه الخطوات أنه أنشأنا استمارة إلكترونية، وأنا نشرتها على أحد المواقع الخاصة بالطلبة اليمنيين في الخارج، موقع ابن اليمن. فدخل الطلبة يعني تجاوز العدد 100 طالب من الناس، يعني عملنا لهم إعلان لكل الناس اللي تقدموا للمفاضلة ولم يتم اختيارهم وهم مستحقين. استقبلنا كل بياناتهم بالاسم بالمحافظة بالتقدير بالجي بي اي بسنة التخرج بالجامعة بالتخصص بكل شيء بأرقام هواتفهم بكل شيء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهو ما يحدث من تصعيد إعلامي وتواصل مع الحكومة لتتخذ إجراء مع السفارة ومع اللجنة لمحاولة إعادة تشكيل اللجنة، محاولة إعادة المفاضلة، لأنه ما نخشاه أيضا أنه التنسيق لهذه المقاعد الوقت يمر، يعني ممكن في الأخير الجامعات المصرية تقول لك السنة قربت تعدي تخلص، فأنت خلاص أنت كنت خدت مقاعد العام ده، فخلاص يبقى السنة الجاية، السنة الجاية ستنزل مقاعد جديدة، أظن الجامعات لن تستوعب العدد كاملا، يعني لن يعطونا مقعد بمقاعد العام الماضي، فنخشى أن تذهب هذه المقاعد سودة، وكان السبب فيها اللجنة التي أخرت النتائج 5 أشهر. فنحن هناك خطوات تصعيدية كثيرة، من ضمنها إيصال الرسالة إعلاميا ليعرف الجميع، مخاطبة الحكومة ودولة رئيس الوزراء لتوجيه السفارة وتوجيه اللجنة بحل هذه الإشكالية وإنزال معايير المفاضلة. الخطوة الثالثة وهي في أسوأ الأحوال إذا لم تستجب كل هذه الطرق كل هذه الخطوات، فالطالب اليمني ووفقا للدستور اليمني كل اليمنيين مواطنين متساويين بالحقوق والواجبات، وهذه المنح مقدمة لليمن وتوزع لليمنيين وفقا لمعايير شفافة معينة. فمن حق الطلبة اليمنيين الذين حصرنا أسماءهم أن يعملوا توكيلات معينة ونرفع قضية على السفارة وعلى اللجنة، ومن حق الطلبة مقاضاة هذه اللجنة لأنهم أخذوا بالأخير حقوقهم. إذا لم تكن هناك إذا لم يتم نشر معايير شفافة وإعادة توزيع المنح بشكل عادل. نعم، إذن محمد، يعني بطبيعة الحال نحن نتمنى أن يصل الطلاب المستحقين لحقوقهم. شكرا جزيلا لك محمد عثمان المليكي الناشط السياسي. ربما يعني كلمة سريعة أوجهها للسيد رئيس الجمهورية، رئاسة الوزراء، أيضا الملحقيات الثقافية في كل مكان. يعني قبل أيام ونحن نناقش مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج والتي يتم يعني إهمالهم إهمال واضح، رغم أنهم طلاب أكفاء وطلاب يعني منح مستحقين يريدون مستحقاتهم المالية من وزارة التعليم العالي والجامعات والجهات المعنية. الآن نناقش موضوع آخر وهو فساد في مسألة التعيينات. يعني
الطالب هو أساس يعني المستقبل، وهو الذي سيبني اليمن يوما ما. لما يهمل هذا الأمر بهذا الشكل؟ لما يتم العبث به والعبث بمستقبل أبنائنا؟ يعني أنت تعطي منحة أو مقعد يعني جامعي أو بكالوريوس أو دراسات عليا لمن لا يستحق، وتترك من يستحق، صاحب الامتيازات وصاحب المعدلات العالية. يا أخي يعني لو ابني فاشل والله يعني لا أظن أنني سأطمح أن أعطيه مقعد وهو لا يستحقه، وهناك من يستحقه. نحن نعلم يعني نحن كنت مدرسة سابقة وأعلم مدى إمكانيات طلاب أبناء المسؤولين، يعني إلا من رحم ربي في هذا المجال. شكرا جزيلا لك مرة أخرى محمد عثمان المليكي. شكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام، وشكر لطلابنا الأعزاء الذين يعني يظلون بعد حقوقهم إلى آخر نفس. شكرا مرة أخرى لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. الآن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.